اوكي، سؤال رقم 10 بيقول لي ايه؟ air is compressed steadily by 5 kilowatt compressor. عندي compressor هيضغط هوا، ال work بتاع الكمبريسر اللي انا هدفعه 5 كيلووات، بيقول لي هيرفع ضغط الهواء من 100 كيلو باسكال و17 ديجري سلسيوس ل 600 كيلو باسكال و167 ديجري سلسيوس. فمعايا P1 T1 ومعايا P2 T2 at a rate of 1.6 كيلوغرام بير مينيت. معايا كمان ال M dot، بس اخد بالي ان انا المفروض وانا بحل احولها بير سكند. بيقول لي during this process، اثناء عملية الكمبريشن، هيحصل some heat transfer between the compressor and the surrounding medium. يبقى عملية الكمبريشن دي مش isentropic، لا، جزء منها، جزء من الانرجي هيفقد في شكل heat losses لل surroundings عند درجة حرارة 17 degree celsius. عايز نحسب له الانتروبي تشينج بتاعت الاير، يعني عايز بتاعت السيستم بس. الموضوع بسيط جدا، الدلتا اس سيستم ده ايديال جاز، هو اللي هما الثلاث قوانين بس، ده open system. فأول حاجة هخلي ال M M dot. طيب اختار انهي واحد في التلاتة؟ هو مديني P1 و P2 و T1 و T2، يبقى اختار انهي واحد؟ اختار اللي فيه pressure و temperature، لان كل حاجة كده معايا في المسألة، وال CP وال R بتوع ال R احنا حافظينهم، ال M dot بس اقسمها على 60 عشان تبقى per second. حلينا المسألة. طيب لو كان طلب، وده الأوقع، يعني لو كان طلب ال S generation أو ال delta S total، يبقى الدلتا اس سيستم اللي احنا حسبناها دي المفروض هنجمع عليها دلتا اس سراوندنجز. الدلتا اس سراوندنجز عباره عن ايه؟ عباره عن كيو على تي. التي سراوندنج جيفن، بس المفروض نحولها لكلفن. طيب الكيو، احنا عارفين ان في كيو هيفقد من الكمبريسر للسراوندنج، بس ما عندناش قيمته بكام. هنحسب الكيو ده ازاي؟ هنحسبه من الفيرست لوب بتاع الاوبن سيستم، لان الكمبريسر ده اوبن سيستم. فهنكتب القانون اهو ونشطب الترمز اللي مش معانا، الترم بتاع الكايناتك والترم بتاع البوتنشال، الاثنين دول بزيرو. طيب الكيو دي اللي احنا عايزينها ماينس بتاعه الايكويشن الورك، احنا معانا 5 كيلو وات بس ده ورك انبوت، يبقى هيبقى نيجاتيف 5. الام دوت اتحولت اهي بقت بير سكند. H2 ماينس H1 ممكن نشيلها ونحط بدلها CP في T2 ماينس T1. من هنا طلعنا الكيو دوت. طيب هي الكيو دوت ليه طلعت بالنيجاتيف؟ لان القانون ده بتاع السيستم والحراره دي بتفقد من السيستم. طب لما اجي احسب الدلتا اس الراوندنجز، اخليها اسيبها زي ما هي بالنيجاتيف ولا اخليها بوزيتيف؟ طبعا هخليها بوزيتيف. ليه؟ لان الكيو دي داخله للسراوندنجز، فبالنسبه للسراوندنجز هي داخلاله يبقى بوزيتيف. بس كده هنحسب الدلتا اس الراوندنجز ونجمعها على السيستم، هيديني الاس جنريشن. الكلام ده ما كانش مطلوب في مساله الشيت، بس لو جه المساله منطقي جدا طبعا ان هو يطلب الدلتا اس توتال. طيب ندخل على السؤال اللي بعدها رقم 11، برضو من الاسئله السهله ما فيهاش حاجه. بيقول لي air is compressed steadily and adiabatically. عندي هواء هضغطه في كومبريسر مديني T1 و P1 ومديني T2 و P2، وعايز نحسب له الايزنتروبيك افيشنسي اوف ذا كومبريسر. يبقى الكومبريسر ده له كفاءه، عايز نحسبها له بكام. طيب هنرسم الرسم عشان ما نلخبطش. هنرسم رسمه الكومبريسر، بيبقى تي اس دايجرام وحاطين ضغط كده، P1 ده القليل و P2 ده الضغط العالي، بوينت 1 داخله هنا الضغط القليل. هتتضغط لها احتمالين، يا اما هتتضغط ايزنتروبيكلي فهتبقى دي 0.2 اس، يا اما اكتوال كومبريشن اللي هي البوينت هتميل ناحيه اليمين شويه فهتبقى دي 2. الكفاءة عبارة عن المسافة الصغيرة على المسافة الكبيرة. مش ده ideal gas؟ يبقى نكتب القانون بالtemperatures على طول. يبقى كفاءة الكمبريسر عبارة عن T2S minus T1، ادي كده المسافة الصغيرة، على T2 minus T1. طيب انا عايزة الكفاءة، فمفروض كل الكلام ده يبقى معايا. T1 معايا 17، T2 ب200. دي انهي T2؟ دي اللي هي الاكتور. هو مش هيديني الايزنتروبيك لان انا اعرف احسب الايزنتروبيك، فهو هيديني الاكتوال T2. يبقى انا مطلوب مني احسب T2S. طيب في الايديال جاز ازاي اجيب بروبرتي لو كان البروسيس اللي حصلت نوعها ايزنتروبيك؟ هنستخدم الريليشن بتاعت الايزنتروبيك بروسيس اللي هي دي، P2 على P1 بيساوي T2S على T1 باور جاما على جاما ماينس 1 بيساوي V1 على V2 باور جاما. طيب احنا عايزين T2S و T1 معايا والجاما على جاما ماينس 1 معايا، مش مديني، مش جايب لي سيره الفوليومز في حاجه، فالترم ده انا مش هستخدمه، بس ترم P1 P2 على P1 ده هنستخدمه ومعايا البريشرز.
فيبقى ال unknown الوحيد هو T2S، هنقدر نجيبه بدل نعوض في قانون الكفاءة، ونقدر نحسب الكفاءة بكام. سؤال سهل جدا ومباشر يعني. طيب ندخل بقى على سؤال 12، وده أهم سؤال في الشيت، وده السؤال اللي بيتكرر في الامتحانات. steam enters an adiabatic turbine، تربينة معزولة، التربينة دي ال working fluid فيها steam، ال steam ده داخل معايا ال pressure ومعايا ال temperature ومعايا ال m dot، وبيقول لي leaves at ومعايا P2، مديني كفاءة التربينة، وبيقول لي neglecting the kinetic change kinetic energy change of steam، عايزني احسب له ال temperature عند ال turbine exit يعني عايز T2، وعايز the power output of the turbine. زي ما قلنا ده مستوى سؤال الامتحان. طيب واحدة واحدة بقى، المسألة دي طويلة بس سهلة جدا مفيهاش حاجة. هنرسم ال TS diagram بتاع ال steam، اهو عندي خطين ضغط، ال steam بيدخل التربينة ضغطه عالي، هيحصل له expansion يعني الضغط هيقل، فانا عندي احتمالين يا تي يا 0.2s يا 0.2 على حسب الاكسبانشن اللي حصل ده، هل ايزنتروبيك ولا اكتوال. طيب احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين T2، تمام. 0.2 دي انا عايزة بروبرتي اللي هي تمبرتشر. طيب التمبرتشر ده هيتجاب منين؟ هيتجاب من جدول. طيب ايا كان الجدول اللي يعني هجيب منه التمبرتشر، لازم ابقى عارفه مكان 0.2 فين عشان اعرف افتح انهي جدول في الثلاثة، 1 ولا 2 ولا 3، ولازم كمان يبقى معايا حاجة اعرف ادخل بيها الجداول دي. فواحدة واحدة بقى كده نشتغل. اول حاجة نشتغل على point 1. point 1 هو مديني ال pressure وال temperature، دي بتبقى point superheated steam، فهدخل على table 3 هجيب H1 وهجيب S1، تمام. طيب point 2S، point 2S اللي عرفوا عنها ايه؟ اللي عرفوا ان البريشر بتاعها 0.3 بار. وهل في معلومة ثانية اعرفها؟ اعرف ان S1 بتساوي S2S، فانا معايا ان S2S بتساوي S1 بتساوي 6.72. طيب انا اولا كده معرفش point 2S مكانها فين، يعني انا رسماها على حسب رسمتي ان هي وقعت في الوات ريجن، بس مش شرط على فكرة، هي كانت ممكن تبقى برة يعني، لو point 1 دي فوق شوية ونزلت بخط vertical هلاقي ان point 2s بره، فانا معرفش، فلازم اعمل check على ال point بتاعتي دي مكانها فين. ال check ده يعني ايه؟ اعمل check على مكان ال point. طالما هعمل check يبقى اقارن اي property لل point دي بنفس ال property عند f وعند g، لو طلعت ما بينهم يبقى ال point دي في ال wet region. طيب يبقى انا هدخل على table ايه بقى؟ point 2 اعرف عندها ال pressure 0.3 bar، فهدخل على table 2 اطلع SF و SG، تمام. وانا معايا S2S اقارنها بيهم، هلاقي ان S2S دي قيمتها ما بين ال SF وال SG، يبقى point 2S انا كده اتأكدت ان هي في ال wet region، تمام خلاص. طيب انا عايزة H2S، ليه عايزة H2S؟ هنشوف دلوقتي ليه محتاجين H2S. عشان اجيب H2S لازم يبقى معايا ال X، صح؟ مش point 2S دي نقطة في ال wet region، يبقى علشان اجيب لها اي property اللي هي في الحالة دي هي ال h دي اللي انا عايزاها، لازم يبقى معايا ال x. طيب هل ال x given؟ لا، بس ال x اقدر احسبها. اقدر احسبها ازاي؟ من ال s، ما احنا معانا s to s كام، فهنطبق قانون ال x، يبقى x to s عبارة عن ايه؟ ال s بتاع point 2s minus sf على sg minus sf، هنطلع ال x بكام، وهنطبق نفس القانون تاني بس للانثالبيز بدل الانتروبي، ومن هنا هنقدر نطلع H2S بكام. طيب استفدنا بإيه بقى لما جبنا H2S؟ مش هو مديني كفاءة التربينة 0.9؟ احنا قلنا كفاءة التربينة عبارة عن إيه؟ المسافة الصغيرة على المسافة الكبيرة، مش ده steam؟ يبقى هستخدم الانثالبيز، مش هفكها واخليها temperatures، يبقى كفاءة التربينة دي عبارة عن H1-H2 على H1-H2S اهو. طب الكفاءة دي معايا و H1 أنا جبتها في الأول خالص، point 1 مفيهاش أي مشاكل، معايا P و T دخلت جبت H1 مفيهاش أي مشكلة. H2S دي هي اللي أنا قعدت أجيبها في نص ساعة، يبقى ال unknown إيه في المعادلة دي؟ H2 هجيبه. طيب عايزين نعمل check على point 2، يعني هل point 2 دي في superheat ولا هي كمان في الوات؟ يعني من الاخر يا جماعه 0.2s 0.2
بوينت 2 اللي هم احتمالين ان هم يكونوا في الوات او يكونوا في السوبر هيت، فلازم نعمل تشيك على بوينت 2. في معلومه واحده اعرفها عن بوينت 2 اللي هي لسه جايباها اللي هي اتش، بس انا اعرف الانثالبي. طيب عشان اعرف مكانها لازم اقارنها باف وجي. لما كنا في تيبل 2 عند البريشر 0.3 هنطلع كمان الاتشات بالمره اتش اف واتش جي، هنلاقي ان اتش 2 بصوا ب 2386 و اتش جي بكام؟ ب 2600 وشويه، يبقى اتش 2 اقل من اتش جي، يبقى بوينت 2 هي كمان في الوات ريجن. يعني ده معناه ان الرسمه دي مش صح. انت في البدايه هترسم الرسمه اي حاجه وبعدين هتبدا تحل وتشوف بقى اماكن البوينت زي ما انت رسمتها ولا لا. فهلاقي ان بوينت 2 دي المفروض هي كمان تبقى جوه هنا كده، اقرب لبوينت جي من بوينت 2 اس. طيب يبقى درجه حراره بوينت 2 كام؟ بوينت 2 طلعت جوه في الوات ريجن، هي درجه حراره الخط ده ايه؟ هي التي ساتوريشن. مش احنا عارفين ان خط الضغط ده قيمته 0.3 بار، ومش كل بريشر له تي ساتوريشن واحده. خلاص هدخل على تيبل 2 او على تيبل 3 بالبريشر 0.3 بار اقدر اجيب التي ساتوريشن بكام، وهي دي درجه حراره 2. تمام. طيب المطلوب التاني سهل جدا، هو عايز ورك التربين. الجزء ده ملوش علاقه بالانتروبي. ورك التربين اجيبه ازاي؟ ده اوبن سيستم، هطبق الفيرست لو بتاع الاوبن سيستم، q dot minus work dot بيساوي m dot h2 minus h1، الكيوب 0 عشان التربينه دي معزوله. هو قال لي اجنور الكايناتيك وما جابليش سيره ان الذات اتغيرت، فهقدر برضو اكنسل الترم ده. ده معناها ان minus الورك دوت بيساوي الام دوت كانت معايا جيفن h2 minus h1 جبناهم واحنا بنحل، هو ده ورك التربين. دي من اصعب المسائل في الشيت ومن اهمهم طبعا. ندخل على اخر مساله سهله قوي. بيقول لي عندي hot combustion gases enter the nozzle، عندي بقى نوزل داخل لها gases at مديني ال pressure P1 T1 و C1، مديني سرعة الجازز اللي داخل النوزل، وبيقول لي ان هم طالعين ب pressure 85 كيلو باسكال، معايا P2 assuming an isentropic efficiency of 92%. النوزل ده جهاز بيعمل expansion فلو كفاءة isentropic، كفاءته 92%. بيقول لي treating the combustion gases as air، الجملة دي فادتني في ايه؟ ان اي CP اي R او الكلام ده كله هاخده بقيم بتاعت الـ air، عايزني احسب له C2 و T2. طيب هنحسب C2 و T2 ازاي؟ مش هو مديني كفاءة؟ بصوا اول ما يديني كفاءة في الـ Gibbons استخدم القانون بتاعه على طول، اكيد هجيب منه حاجة. نرسم الاول رسمه النازل. النازل بتعمل لي اكسبانشن، فبيبقى عندي بوينت 1 هي اللي ضغطها عالي والضغط بيقل، فعندي احتمالين 2s و2. المسافه الصغيره اللي هي t1 minus t2 على المسافه الكبيره اللي هي t1 minus t2s. ليه استخدمت temperatures؟ عشان ده ايديال جاز. طيب تمام، هو عايز t2، انا عايزه t2 دي، الكفاءه معايا وt1 معايا، يبقى علشان اقدر اجيب تي 2 من المعادله دي محتاجه يبقى معايا تي 2 اس، وتي 2 اس مش معايا. بس في سؤال الايديال جاز اي بروبرتي ايزنتروبيك نعرف نجيبها ازاي من الريليشن بتاعه الايزنتروبيك؟ بي 2 على بي 1 بتساوي تي 2 اس على تي 1 باور جاما على جاما ماينس 1. المفروض القانون ده فاضل له ايكوالز بي 1 على بي 2 باور جاما، بس مش هنستخدمها في حاجه فما كتبتهاش. بي 1 وبي 2 جيفن، تي 1 جيفن، والجاما بتاعه الاير، من هنا طلعنا تي 2 اس. T2S دي هستخدمها في معادلة الكفاءة، جبت T2. ده كده أول مطلوب. تاني مطلوب اللي هو الـ C، النازل ده open device، فهنطبق الـ first law بتاع الـ open system. ما جابليش سيرة Q losses، فهخلي Q dot بزيرو، الـ work dot بزيرو لأن النازل جهاز ما فيهوش work، الزدات بزيرو، مفيش فرق ارتفاعات، فهو الدلتا H ده هو اللي هيتحول لفرق سرعات، فهنعوض بقى على طول. فرق الاتشات ده بيتشال يتحط بداله CP في T2 minus T1. ليه عملنا كده؟ عشان ده ideal gas. معانا CP حافظينها بتاعت الهواء T2 T1، خلاص T1 كانت given، T2 لسه جايبينها في المطلوب اللي قبليه اهو، و C1 given، فمن هنا هنقدر نطلع C2. تمام، دي كده كانت اخر مسألة في شيت الانتروبي، وربنا يوفقكم ان شاء الله.